يقول: ما صحة حديث دخول إبليس بصورته الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ما رأيك في أبي بكر قال: من أطاعني في الجاهلية فكيف يطيعني في الإسلام؟ ما فهمت. المهم إبليس بصورته الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصحابة. ما أدري إن إبليس دخل بصورته الحقيقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بقومه بالصحابة يوما، فتقدم خطوة ومد يده صلى الله عليه وسلم ثم رجع، قال: ما لك يا رسول الله؟ قال: هذا إبليس جاني بشهاب من نار يريد أن يقطع علي صلاتي، فأردت أن أمسكه، فتذكرت وأربطه بهذا الجدار أو السارية حتى يراه الناس، فتذكرت دعوة أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أن أصحابه، يعني أصحاب النبي رأوه على صورته الحقيقية، فهذا ما أدري عنه أبدا، وإنما النبي رآه صلى الله عليه وسلم وأمسكه صلى الله عليه وسلم ثم أطلقه صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى وجدت برد لسانه على يدي. فهذا بالنسبة لإبليس. أما على غير صورته كثير، لما جاءهم في بدر قال: لا غالب اليوم لكم من الناس وأنا جار لكم، جاء على صورة سراقة بن مالك، ولما جاء على صورة شيخ نجدي مع ضعف هذه القصة، لما هو طرح عليهم أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على كل حال تصور الشيطان بصورة آدمي هذا كثير، وبصورة حيوان وغير ذلك كثير، هذا يحدث نعم. أما على صورته الحقيقية فلا أعلم أن الصحابة رأوا الشيطان على صورته الحقيقية.